الشارع التونسي العشرة واثنين وعشرين دقيقة. رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم حتى نصف النهار وتواجه موعد كلام مسؤول. كلام مسؤول. كلام مسؤول اليوم موضوعنا عن الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية اللي تقرر تأجيل الضراب اللي كان باش يصير في قطاع المحروقات. باش نعرفوا التاريخ اللي تم تأجيل الضراب هذية والأسباب، أو إذا فما جملة من الوعود ولا الأسباب اللي وراء تأجيل قرار تنفيذ الإضراب. ومعنا كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سي سلوان السميري. أهلا وسهلا ومرحبا بك. مرحبا بك وكل مستمعيك في الرسالة. مشكور جدا على التدخل معنا سي سلوان. إذا سي سلوان، كان نذكره وقتاش كان من المقرر أن يصير إضراب المحروقات وتم تأجيله إلى أي موعد؟ وكان مقرر تنفيذه اليوم وغدوة وتم تأجيله بأسبوعين لـ 29-30 مارس. 29-30 مارس الجاري. في الأثناء الأسباب وراء التأجيل هذا؟ الأسباب كما قلنا، يعني أكدنا صار جلسة ثانية صلحية حضرت فيها وزيرة الإشراف، وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، وممثلة رئيس الحكومة اللي تغيبت في الجلسة الصلحية الأولى وكانت حاضرة في الجلسة الثانية، وتطرقنا لنقاط الخلاف في قراءة تطبيق محضر 14 سبتمبر 2022 وتقريبا يعني نقاط الخلاف بدأت تضاح، يتوجد تقارب في القراءة، بعض المسائل اللي يتم طرحها ورفعها المصالح رئاسة الحكومة، ورينا اللي فما تقدم على الأقل، خلينا لهم شوية وقت وإن شاء الله باش فما جلسة أخرى قبل الموعد الإضراب الجاي نقولوا إن شاء الله نأمو كونوا ننهيوا الخلاف نهائيا ويتم تطبيق المحضر 14 سبتمبر. أهم نقاط الخلاف خلينا نرجع بيك بالتوضيح، معناتها الناس اللي تفهم فينا، خلينا نرجع معك على الملف، على نقاط الخلاف فيش تتمثل وشنو اللي تم التوصل ليه إلى حل. نقطة الخلاف الأساسية كانت في صدور مذكرة ثانية من رئاسة الحكومة لتطبيق في كيفية تطبيق المحضر، خالفت المذكرة الأولى مذكرة نوفمبر 22، وكي مشينا في تطبيقها في المؤسسات لقينا زيادة نقصت ما عادش 5%، ولينا نحكيو على زيادة 3.6 و3.7 و4.5 كل عون شي نجم ياخذ، وهذا يمس من جوهر اتفاق 14 سبتمبر. كي جلسنا وريناهم بالارقام بالحساب اللي هو تراجع، المذكره الثانيه راهي تراجعت على جوهر الاتفاق، ولهنا مثلا اتفقنا في قراءه. النقطه الثانيه هي مساله الشهر المرجعي اللي هي صدرت في المذكره الثانيه حد سبتمبر 22 للزيادات الثلاثه اللي هما 23 24 و25، وهذا كيف كيف تراجع على الجوهر اتفاق 14 سبتمبر اللي يقول فما زيادة سنويا ب 5%، وتقريبا كيف كيف فما اتفاق لهنا على الشهر المرجعي لكل زيادة 23 باش يكون ان شاء الله سبتمبر 22، زيادة 24 يكون ديسمبر 23، وزيادة 25 يكون ديسمبر 24، وقتها نقولوا طبقنا اتفاق 14 سبتمبر 22. هذه مجموعة أو جملة النقاط الخلافية اللي أنتم قاعدين معناتها بشوية بشوية تلقاولها في حلول. هذا معناها معناتها إمكانية التراجع الكلي على إضراب 29-30 وارد؟ أكيد، هو نحن ماهوش غايتنا الإضراب، غايتنا كونه نترجموا اتفاق ممضى يشمل كل المؤسسات، مش كان قطاع النفط، والحقيقة يشمل كل المؤسسات العمومية ويشمل حتى المتقاعدين، وما نتصورش هذا من جانبهم، يعني من جانب الحكومة كونوا يتراجعوا إلا يمشيوا في عدم التطبيق. صحيح هو اتفاق نحن ثمناه، كان فيه فلسفة جديدة استحسناها خاطر فيها أكثر عدل بين الأعوان والإطارات، بتاتر توا هذا في إطار التحسين خلينا نقول، وهذاك علاش صار هالتعطيل. ما نقولوا كل حاجة جديدة تنجم تاخذ وقت، تقريبا ما نجموش نحلوهم من غير حوار، وهذا هو اللي قاعد يصير توا، قاعدين
نخدمه كونه نمشيه في قراءة واحدة يتم تطبيقها. وتعرفوا جاي رمضان إن شاء الله، إن شاء الله ما نبطاش، نقولوا إن شاء الله من هنا العشر أيام الجايين نكونوا اتفقنا ومدينة معناها واحدة يحل الجلسة الأمور. التفاوضية القادمة باش تكون وقتها؟ أكيد قبل 29، يمكن يوم 23 24، ماهيش باش تبعد يعني، إن شاء الله قبل 29 مارس تكون فما جلسة رسمية اللي إن شاء الله نمضيو فيها، نقولوا نعملوا نمضيو فيها اتفاق. سي سلوين، برشا من الناس اللي يسمعوا فينا كي نقولوا راهو محروقات، الناس اللي تسوق في كرهبها توا ولا اللي تسمع فينا في اي بلاصه، يقولوا اسعار، امكانيه تعديلات جديده تدخل على اسعار المحروقات وارده؟ هذا كما قلناه ديما، اكيد ديما وارده ومربوط بالسعر العالمي للنفط، يعني ترفيع او تخفيض الاسعار ديما وارد يعني في كل فتره، وين يطلع سعر حتى برميل التخفيض النفط على وارد سي المستوى سلوين؟ العالمي نجم نعدلوه. باهي سي سلوين، حتى التخفيض وارد، باهي ترفيع ممكن، اما من التخفيض المفروض، هو من المفروض اذا باش نمشيو في التعديل الالي كيما موجود، من المفروض كيما نرفعه كيما نخفضه، هذا الاصل. اذا نقولوا فما تعديل الي لاسعار المحروقات، من المفروض وقت اللي يرتفع سعر البرميل ترفع فيه، وقت اللي ينخفض خفض. واضح صحيح مش صحيح في اي تونس، بالضبط، هذاك هو سؤالك اللي مفهوم وما نشوفه فيها في تونس. صارت كان في مناسبة واحدة اي في الفترة اللي نقوله في ال5 سنين الأخرانية، اي هي سي سلوين، هي كانت من المفروض انها تصير في برشا مناسبات وما صارتش. زيادة ولا لا التخفيض؟ تخفيض، الزيادة صارت. التخفيض والله الحقيقة من المفروض كانت نجم في فترة، مانيش نحكي توا على العام الآخر خاطر ارتفع برشا سعر البرميل، اي خلينا ممكن نرجعوا ال5 سنين التالي اي اللي وخاصة يمكن في فترة الكوفيد انخفض برشا يعني سعر البرميل، وكان المفروض يتم تخفيض سعر لتر البنزين على الأقل. اما ما تمش، يمكن تمت في مناسبه واحده ومبلغ زاد بسيط يعني 20 مليم ظهر لي ولا. اما المفروض كي نقولوا تعديل الي، وقت يرتفع نرفع، وقت ينخفض، وهذا التوجه حسب ما نشوفه. فما توجه لرفع الدعم على المحروقات، اذا باش ترفع الدعم وتمشي للحكايه هذه، دونك التعديل لازم يكون كيما التخفيض كيما الترفيه، يعني وقت يرتفع ترفع وقت ينخفض تخفض. وهذه مسألة تقنية يلزم كيف كيف العمل عليها باش تكون حاجة افيك دي بارامتر واضحين، باش تبدأ الأمور واضحة للناس الكل، خاطر مسألة رفع الدعم المحروقات مسألة حساسة راهي تمس مباشرة، خلينا نقولوا في بلادنا اليوم الطبقة الوسطى اللي قاعدة تتهرب، واللي هي مازالت عاملة توازن في النسيج الاقتصادي التونسي. هذاك علاش مسألة يلزمها تؤخذ بأكثر حرص، ويلزم يتم الاشتغال عليها إن شاء الله بالضبط فنيا بطريقة أكثر وضوح. ومسألة لازمها تخضع من غير حتى جدل إلى مبدأ التعديل الآلي، معناتها اللي قلت لنا التعديل الآلي فيه الترفيع وفيه زاد التخفيض، معناتها يلزمها تخضع إلى مبدأ التعديل الآلي للأسعار. واضح، مشكور جدا سي سلوين السميري، كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية، على كل هذه التوضيحات. إذا تأجيل إضراب المحروقات لنهار 29-30 مارس، في الأثناء ممكن تصير جلسة نهار 23-24، جلسة تفاوضية ممكن تؤدي إلى التمسك بالإضراب أو إلغاء الإضراب تماما فيما يتعلق بالأسعار. إمكانية التعديل في أسعار المحروقات، يقول لنا سي سلوين السميري، الإمكانية التعديل واردة في حال ارتفاع أسعار عالميا، لكن اللي ماهوش قاعد يطبق وفق تصريحه هو التعديل الآلي للمحروقات، يعني الترفيع والتخفيض زاد في أسعار المحروقات. مشكور جدا سي سلوين السميري، احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى نصف النهار، نرجع لكم بعد موعد الأخبار مع أمال.